وينضم إلينا عبر سكايب من دمشق محمد طوالبة مراسل غد. مرحبا بك محمد. بمن سيلتقي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا اليوم، وما هي أبرز القضايا التي سيبحثها مع الجانب السوري؟ في الحقيقة يعني بدأت زيارة المبعوث الأممي منذ صباح اليوم، ولكن لم يتم الإعلان نهائيا عن الأشخاص الذين سيتم الالتقاء بهم، ولا حتى إن كان سينتقي الرئيس الأسد أو لا. ولكن يعني من المؤكد أنه سيلتقي وزير الخارجية وليد المعلم، وخصوصا أن التصريح يعني الذي تم الإعلان عن الزيارة يعني تضمن وجود نقاشات لبحث موضوع اللجنة الدستورية العالق، والذي يعني يتم تداوله منذ فترة. بالتزامن مع إعلان الزيارة، يعني كان سابقا قد أعلن ديمستورا استقالته الشهر المقبل، لذلك يعني المتوقع أن يكون كافة اللقاءات تتمحور حول موضوع اللجنة الدستورية، ويعني محاولة دفع عملية الحل السياسي بالتزامن مع التطورات التي كانت تجري في الآونة الأخيرة، وموضوع اللقاءات الدبلوماسية والحل الدبلوماسي الذي تقدمه إيران وروسيا وتركيا، والتقدم العسكري واستعادة الكثير من المناطق من قبل الحكومة السورية. من المؤكد يعني أن اللقاءات سيكون على رأسها لقاء وزير الخارجية وليد المعلم، وسيتم اتباعه بلقاءات عديدة لشخصيات مهمة في دمشق، سيتم الإعلان عنها يعني في الساعات القادمة أعتقد هذا اليوم، طيب، خصوصا يعني أن ديمستورا سيبحث نعم، مواضيع من المهم الإعلان عنها في هذه اللقاءات وهذا الوقت تحديدا. محمد، هل هناك أي تسريبات أو توقعات بشأن الأعضاء الذين سيشكل ديمستورا اللجنة منهم؟ الحقيقة موضوع اللجنة الدستورية، يعني كانت دمشق قد صرحت عن الأسماء الخمسون الذين سيشاركون في اللجنة في لجنة مناقشة الدستور، وقد يعني كان هناك نقاشات مطولة من قبل وقود المعارضة ومنصات المعارضة لوضع الخمسين اسم الخاصة بهم، ولكن يعني نعم، موضوع اللجنة الدستورية تم الحديث عنه ولكن بسرية، خصوصا أن هناك كانت تساؤلات من قبل حكومة دمشق حول بعض الأسماء التي وضعت، ولم يتم يعني استكمال النقاش في هذا الامر او اعلان هذه الاسماء بالكامل التي وضعها ديمستورا. كان الاعلان فقط عن الاسماء التي صرحت بها نعم المعارضه، محمد، الاسماء التي صرحت بها دمشق لتلك اللجنه. وضحت الصورة محمد طوالبة مراسلنا من دمشق، شكرا لك.